قل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بينهم. فجعل الله تعالى الإصلاح بين الناس نوعا من المعروف ومن الصدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: ألا أنبئكم بما هو خير من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ سأخبركم بشيء أفضل من الصلاة والصيام والصدقة. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الرأس، تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. تحلق الدين يعني تكسر، تنقص من طاعة ومن دينك ونحو، وتقسي قلبك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على أن لا يدع أحدا بينهما خلاف إلا سعى صلوات ربي وسلامه عليه للإصلاح. من ذلك إصلاحه عليه الصلاة والسلام بين الأزواج. مضى يوما عليه الصلاة والسلام إلى بيت علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة في القائلة في شدة الظهر، وعادة في شدة الظهر الناس يأون إلى بيوتهم، يعني ما في أحد يطلع في شدة الظهر ولا يدور ولا. فلما مضى عليه الصلاة والسلام طرق الباب ففتحت له فاطمة فدخل. وكان المنتظر في هذا الوقت اللي هو وقت ظهر والناس يعني ما يطلعون غالبا في شدة الحر أن يجد عليا. فقال عليه الصلاة والسلام لها: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني وخرج. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه: إيه يعني بيرضى أكيد، ولا بيجلس إلى، ولا بشوف صلاة العصر وأراضيه ولا. فالتفت عليه الصلاة والسلام إلى إنسان معه وقال: اذهب فانظر أينه. فذهب ونظر، والمدينة صغيرة يعني وين علي بيروح؟ يا أما عند مثلا فلان أو فلان أو في المسجد. فأقبل إلى المسجد وإذا علي نائم في فيء الجدار، نايم في الظل، وقد أثر التراب في جنبه. تعرف المسجد بعضه يعني حصبة وبعضه تراب وبعضه حصير وكذا، فهو نائم فالتراب التصق في جلد. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هو في المسجد في فيء الجدار. فخرج عليه الصلاة والسلام في هذه شدة الحر إلى المسجد وأقبل إلى علي وهو نائم وقد صدق سقط رداؤه والتصق التراب بكتفه وظهره رضي الله عنه. فجعل عليه الصلاة والسلام يمسح التراب ويقول: قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب، يمازحه: قم يا أبا تراب، يعني يا من التصق فيك التراب، قم يا أبا تراب. فقام علي وعاد إلى بيته. هذا مثال على حرصه صلى الله عليه وسلم على الإصلاح بين الناس.